أخذنا في دورة سابقة ومستقلة المفهوم الشامل للعمل التطوعي وأثره على المجتمع والفرد والدولة، لكن لما نجي نتكلم عن مفهوم العمل التطوعي بطريقة مستدامة ومؤسسية، لابد أن نعي أنه بهذه الحالة نشبه العمل التطوعي كمظلة كبيرة تندرج تحتها الكثير من الأنشطة والفعاليات. أعارت كثير من الدول والشركات أهمية كبيرة للعمل التطوعي المؤسسي، وهذا بسبب الفائدة الكبيرة على مستوى الأصعدة التي تخرج من هذه الأعمال التطوعية المؤسسية. مقدمة هذه الدول اللي وضعت العمل التطوعي ضمن استراتيجياتها المملكة العربية السعودية، حيث وضعوا من أهم محاور الرؤية رفع عدد المتطوعين السنوي من 2016 من 11,000 متطوع إلى 1,000,000 متطوع سنوياً بحلول عام 2030. ولم تكتف المملكة بهذا فحسب، لكنها وضعت أيضاً ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني تمكين القيادات، تمكين القطاعات الغير ربحية، تمكين مساهمة الشركات والمسؤولية المجتمعية وغيرها من محاور كثيرة تعزز من استدامة واستمرارية العمل التطوعي المجتمعي. من هنا ننطلق أن العمل المؤسسي والمستدام لابد أن لا يكتفي بمساعدة المحتاجين أو غيرها من الأعمال التطوعية الروتينية، ولكن لابد أن ينطلق إلى استحداث مبادرات جديدة تخدم فئات جديدة من المجتمع السعودي، مثل دعم الموهوبين، دعم المبتكرين، تأهيل المخترعين وغيرها من المبادرات النوعية الجديدة التي تخدم فئات جديدة من المجتمع، وأيضا ربما في كثير من الأحيان تتقاطع وتخدم رسالة هذه المؤسسة أو الجهة التي تقوم بتقديم العمل التطوعي. أحيانا يكون هذه المبادرات التطوعية النوعية لها فائدة وأثر أكبر بكثير من المبادرات العادية وإن كثر حجم المستفيدين منها. من هنا ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الدورة بإذن الله، بحيث نستطيع سويا بإذن الله تقديم مبادرات نوعية تطوعية مستدامة ومؤسسية بشكل صحيح. ستغطي هذه الدورة بإذن الله ثلاث محاور أساسية. المحور الأول سيكون عبارة عن تمهيد لصناعة المبادرات التطوعية المستدامة. المحور الثاني سيكون عبارة عن التواصل وأهمية رسائل التواصل الداخلية والخارجية مع الجهات والمعنيين. والمحور الثالث سيكون إطار العمل بمفهوم كامل وشامل. سنبدأ في هذا الفيديو في المحور الأول، وهو التمهيد لوضع الأساسات مبادرات التطوعية المستدامة. المحور الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول سنتعرف فيه ما هي الفائدة من المبادرات التطوعية المؤسسية والمستدامة. المحور الثاني سيكون كيفية تحديد وكتابة الأهداف الاستراتيجية للمشاريع والبرامج التطوعية من وجهة نظر مستدامة. والمحور الأخير سيكون آلية التقييم الداخلي ومحاورها. سنبدأ الآن في المحور الأول، وهو الفائدة من العمل التطوعي المستدام، فكونوا معنا.